هل يوجد فرق بين اليهودي والنصراني؟ طيب من هي قطع في داركي بين يهود من نصارى؟ يوجد من إيه؟ يوجد فرق بين اليهودي والنصراني أو لا يوجد فرق؟ رسول الله تعالى من داركي بين يهودي والنصراني نكتب قطع في يوجد؟ نعم يوجد في الاعتقاد في الصلاة في اللباس نعم بس ما في من إيه؟ طيب لابد أن المسلم لا يكون كالمشرك لا يكون كاليهودي لا يكون كالنصراني كل مسلم من تراثه مشرك يهودي نصراني لا نعم كما أننا نفرق بين اليهود والنصراني لا بد نفرق بين المسلم واليهود والنصراني. إذا جئنا من بانجاي جربين يهودي والنصراني جئنا من الإسلام بتاعه من كافانجاي جربين من أهلنا. الفرق في الاعتقاد. في موي كتر بانجاي أتوقني جربين توجنل. والفرق في اللسان يقول هذا أنه مسلم ويقول هذا نصراني بالسلام أنه كافر. أطلعني نقول أنت جئنا كنا مسلم. فرق في اللباس أقلقني لو سمي بمبه